السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين والمتابعين، وأهلا وسهلا بكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. عاجل، الإمارات تبلغ صنعاء عدم علاقتها بالتصعيد الاقتصادي. وإلى التفاصيل. كشفت مصادر سياسية مطلعة أن الإمارات أبلغت صنعاء عدم علاقتها بالتصعيد الاقتصادي. وذكرت المصادر أن الإمارات بعثت برسالة عبر طرف ثالث تؤكد عدم علاقتها بالقرارات المتخذة من قبل البنك المركزي في عدن، وأنها ترفض المشاركة بأي تصعيد عسكري أو اقتصادي ضد صنعاء. وأضافت المصادر أن الإمارات تحاول التوصل إلى تفاهمات لتجنب أي هجمات يمنية ضدها. وأشارت المصادر إلى أن صنعاء تخضع الرسالة الإماراتية للتقييم قبل الرد عليها عبر الوسيط الإقليمي. وكان قائد حركة أنصار الله عبد الملك الحوثي قد هدد بالرد بالمثل على السعودية وإغلاق البنوك والمدارات والموانئ السعودية ردا على أي تصعيد اقتصادي سعودي. أشكركم على حسن متابعتي والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.